كان قرار المحكمة بنقض الحكم الابتدائي لإبطار المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل والإبقاء على المكتب التنفيذي، ونجم نقولوا اللي اليوم تطويت الصفحة ونتقدم يعني إلى مشاغل أخرى تهم التوينسا. أكثر حديث على هذا الموضوع مع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام المساعد سامي الطاهري. صباح الخير سامي. صباح النور، شكرا على الاستضافة. شكرا لك على قبولك دعوتنا الصباحية. نجم نقولوا صفحة وتتويت. ألو. وي سامي، سامي الطاهري. نجم نقولوا اللي هذه صفحة وتتويت اليوم في اللي كان يعني صاير في الاتحاد. قبل الحديث على الصفحة هذه نحب نعبر على تضامن الاتحاد العام التونسي للشغل مع بنات وابناء شمس فام ودار الصباح ولابريس سنيب اللي يدافعوا على تيموت واسدهم. شكرا لك يا سامي، شكرا. انقطع الخط مع سامي، باش يرجع توت سويت لحظات ويرجع التليفون مع السيد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل. وانا نشكره اللي هو نعرف اللي باسمه باسم الاتحاد يعبروا عن تضامنهم مع ابناء وبنات شمس فام مع ابناء وبنات دار الصباح وكل وسائل الاعلام اللي تمر بظروف صعبه للغايه. ما نعرفش كان حضر التليفون سامي، نرجع معك. شكرا. شكرا لك سامي، شكرا لك على هذه الكلمات وعلى هذا اللي تعبر على تضامنك اللي هذا طبعا مش غريب على الاتحاد ومش غريب عليك. شكرا، هذا واجبنا واحنا باش نعملوا جهدنا في هذه المده القادمه. من بين الملفات اللي باش نواجهوها واللي لابد من ان نجد لها حلا هو ديمومه المؤسسات الاعلاميه واستمرارها وادائها لدورها ورسالتها خاصة في هذه الفترة الصعبة من حياة تونس. بالنسبة للقضية نحب نذكر أنها رفعت لما كانت قوى سياسية تصول وتجول في البلاد وقت النهضة وقت المشيشي، واستمرت هذه القضية ورفعت. كان من المفروض كنا نتمنى أن تتحل داخل أطر المنظمة ووفق قوانينها ووفق تقاليدها، ولكن تعدت للقضاء. ونعتقد أنه اليوم من حق خصوم الاتحاد أنه يذهبوا إلى التعقيب، لكن بالنسبة لنا نحن أهم خطوة هي أنه الاستئناف نقض الحكم، بل حكم بعدم سماع الدعوة بما يعني عدم إمكانية إثارة القضية إلا في طور واحد وهو طور التعقيب. واضح، هذه على الأقل باش نفهموها قضائيا وكيفاش تصير الأمور. هذه تحس اللي كان فما استهداف من الاستهداف للاتحاد بضربه من الداخل سامي الطاهري؟ مؤكد هو ثم استهداف للاتحاد من الداخل، لا أعتقد، لأنه العناصر الذين رفعوا القضايا أغلبهم خارج أطر الاتحاد وأغلبهم ثم لا علاقة له بالمسؤوليات في المنظمة، ولكن بالتأكيد ثم شكون شحن ودفع وحمس وسهل وأغرى وحتى مما وضع أوهام وسراب لدى البعض من أجل أن القضية لو تمت سيربح هؤلاء ويربح آخرون ينتظرون أن المنظمة تتعطل وما وتعرف الأزمات اللي وقعت في البلاد في 78 وفي 85 وفي غيرها، والإصلاح الهيكلي بين ظفرين اللي تم في خاصة في 85 واللي أدى إلى التفويت في المؤسسات وأدى إلى غلاء الأسعار وأدى إلى العديد من الإجراءات التعسفية والتقشفية ضد الشعب، كانت وقت ضرب الاتحاد، وقت القيادة على الاتحاد في السجن، وقت الاتحاد مفكك ونصبت عليه القيادة من ما يسمى بالشرفاء. كانوا السينيارو أرادوا أن يعيدوه بطريقة أخرى. المؤكد أن اليوم القضاء وهيئة المحكمة الموقرة حكمت ضميرها وحكمت القانون ورأت أنه كل المؤشرات وكل الإجراءات التي تمت هي إجراءات قانونية، وأنه
580 نائب في المجلس الوطني و690 نائب في المؤتمر الاستثنائي ثم في المؤتمر العادي، هذا كل ليسوا على خطأ، ولا أحد جرهم إلى اتخاذ قرار إنجاز المؤتمر وتغيير القانون، واللي ما مسش كان الفترات النيابية مس برشا مسائل أخرى لتمكين هيكلة المنظمة وتأهيلها لأن تكون قادرة على مجابهة المشاكل. اليوم تو عندما عندنا قضايا، عندنا ملفات كما قلت أنت، ملفات كثيرة، ملفات وأولهم أولهم سامي الطاهري اليوم الملف الإصلاحات، وكيف يتابع الاتحاد عمل الوفد الحكومي في واشنطن وفي نقاشه مع الفمي؟ هو بالنسبة للإصلاحات خلينا نوضح مسألة، احنا نمضي اتفاق مع الحكومة في الزيادة على الأجور، قلنا راو نحن مع الإصلاح لكن ليس الإصلاح الذي تقدمه الحكومة وبرؤية الحكومة، أما إصلاح يلزم يبدأ أولا وأساسا بإصلاح شبائي عميق ومنصف وعادل، وقلنا أنه لابد من أن يكون هناك الإصلاح في اتجاه الإنقاذ موش في اتجاه الخوصة والتفويت، وقلنا أن الإنقاذ لا يكون على بما يسمى بالإجراءات المؤلمة، أي أن يتحملها الأجراء ويتحملها عموم الشعب، هذا مختلفين فيه مع الحكومة وعبرنا عليه سواء كان ثم قضية ولا ما ثمش قضية، حتى لا يقال بأنه الاتحاد أعطى لفاظ للحكومة. هذا اللي تقال راو، هذا اللي تقال أنه يتقال صحيح يتقال، باش نزيدوا نأكدوا أنه راو الحكومة الآن تتفاوض على شيء لا نعرفه، ولا أحد في تونس تقريبا ما عدا قلة قليلة في دائرة ضيقة في بيوت مغلقة يعرفوا ايش تحثوا مع تولى فمي، ومنذ يوم 12 إلى الآن وما زالوا مستمرين. كان من المفروض أنه هذا يكون على أمام عموم الشعب، أنه احنا استفتينا على أمور، لماذا لا نستفتي على مصير تونس في علاقة بالديون وفي علاقة بالاقتصاد وفي علاقة بالإجراءات التي يمكن إنقاذ تنقذ البلاد، مع لا علم لنا بتفاصيل ما يتفاوضون عليه. إذا كان هذا الذي سيتفاوضون عليه هو في صالح الشعب، مش فقط في أنه نجيبوا شكارة فلوس ونحطها ونصرفها ونكلها، وإنما في أنه تقع إصلاحات حقيقية، لأنه العادة الإصلاحات التي يطرحها صندوق النقد الدولي راي إصلاحات هم يسموها موجعة، يعني تنجر ما تبقى من لحم عند التوانسة وتدفع إلى أنهم يتحملوا الفاتورة غالية، وهم ما اختاروش السياسات هذه، هم اللي يعملوا في التوريد العشوائي، ما هوش الشعب هو اللي يفلس في المؤسسات، ما هوش الشعب اللي ينظر في الثروات في البلاد تبدد من غير ما تتوجه الى الانتاج الحقيقي، ما همش هما اللي ينظروا للفلاحه اليوم تدمر والفلاح يدمر، وبعد نبدو نلوجوا على البطاطا ونلوجوا على استيراد القمح وغيرها، فهذه السياسات اختارها الحكومات المتعاقبه، ماهيش ممكن انه نتحملها. ستقولين مريم انه هذه بلادنا ونتحملوا العبء مع بعضنا، الشعب تحمل وعطاء وضحى وقت شوف في الطوابير في كل مكان واكل المنظر المذل، لا يمكن ان يتحمل اكثر من ذلك على الحكومه، قلنا لها الموارد الذاتيه الساعه اولا، وهي لم تفعل شيئا، وحتى الافهمي هذا ننتقده نقول انه اول حديث قال لهم يلزم تصلحوا الجبايه، والحكومه سمعناش نهار انا تتحدث على اصلاح الجبايه، لأنه ثم لوبيات، لأنه ثم متهربين، لأنه ثم ناس مدلسين لمداخيلهم، ثم ناس ما تحبش تدفع، تحب تأخذ الامتيازات، تأخذ التحفيز، تأخذ الدعم، ومتى وقت البلاد تحتاج لهم ما تلقاهمش، بل بالعكس تلقى نزيف تاع عملة صعبة يخرج لبرا، لا أدل على ذلك من السياحة، لا أدل على ذلك من شركة التصدير، لا أدل على ذلك من عديد
المؤسسات حتى بما فيها تاع الاستثمار الخارجي اللي في الحقيقه ماهيش رابحين منه برشا. دونك اصلاح حقيقي عميق منظور جديد للاقتصاد تاع تونس اعاده هيكلته بما يعني انه يصبح متعافى حقا من خلال اول شيء تعويضه على الذات. اكيد نحن محتاجين الى العالم حولنا، ولكن واذا كان احنا مش جاهزين ومش حاضرين مش العالم مش يبقى يعطينا مرضعه في كل سنه يعطينا 15000 مليار وفي الاخر نبحث عليهم اين هي اين ذهبت ما نعرفوش فين مشت. واضح. شكرا لك سي سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد والنطق الرسمي باسمه على هذه المداخله وعلى كل هذه التوضيح.